يعيشك يعني كيفاش نبي يا سيدي يعيشك يعيشك ولا وليش يا صحيحتك يا بنيتي وين ها اللي دفنوه ما زاروه اش نعمل اش قلت باش ترجع لي بعد نهارين ولا ثلاثه على هذه القصه نتاع الطفله كيف بقيتك اللي ريتك وخوتي عاد انتم تغنيو بالترودي ما نقول لك الحق وطالبين فيها سو تاع قصوه جديده المراه وخوتي اللي كانت باش تشريح استغلت وندمت على قالب اش باش نقول لك الحق معاها ايا تفضل زوز الساعه معاك تفضل يلي 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 تعرف يا لما نوبية هاك الكسوة اللي استغليتها 150 دينار بقديش متكلف علينا قديش الحليب هذيك يا عزيزتي متكلف علينا ب 350 دينار اي نعم والمرأة اللي طرزتها مازالت موجودة كانت تحب نمشي أنا وياك ليها وهي تقول لك من فمها قداش تكلفت وانا جابني غير راني باش عملتها على خاطر في عرس البنيه بنت اختي الاولانيه كرينا لها كسوه ب 70 دينار على ثلاث ساعات من زمان ولا الكرايه يلا بدات تتشرط وتمصل في ساقيها وتقول الاخر ما الاخر حتى من الكارت لانديتي نتاع سي الحاج خليتها عندها رهن فهمت حتى نرجعوا الكسوه مال شوف ما قلحيها بسبعين دينار شوف ما قلحيها يا اخي الناس قلبها ولا سبعين ايديهم وين نار وهي تسمع عليها تكري فيها بسبعين دينار في الليله على كساعتين من زمان تاع التصدير اش فما كان عجبك واشرب ولا طير قرنك زاده يا لطيف اللطف مال هو يا الحليمه راجل على راجل اللي يقول له قد ما يخدم شركب ما يوصلش يصور شطر ما يصورش ها مال على هالعوينات اذا كان عندها ثلاث كساوي اذا ما نقول شتفة وتكري كل كسوه في الجمعه مره شوف قداش تصور يلا مين لا ما تخافش الحسبه محسوبه حسب لها سي الحاج برشم غبار يلقاها يا لله تصور في 500 دينار في الشهر هي يعني معناها نفس مليون في الشهر بفايده وغنيمه علاش في بالك يا الحليمه مال على هالعوينات وخيتنا تجم كل شهر تشري ملكة اسمع قول لك الحق انا توا عذرتك يا الحليمه كيف طالبه في كسوتكم اسمهم هذا مو الحق وانا وش فيها محمد يا لو كان ما جاش الطفله تلم هكا في روحها وتحب تلم تراي في فلوس باش تعاون راجلها في الفيلا اللي يبني فيها اذا نبيعها ولا ما نخليها للسبي وكل طفلة اللي نسمع بها باش تعرس نعطيها لها تتصدر بها لله في سبيل الله هكاك شماتة في هاك الزنوس العقارب اللي بدأ والله ما عارفين شوكتهم ويقفة ويويح من يقربهم إلا ومسيكن هذاك مكلع ولا يشفوا ولا يحنوا لا يقولوا واحد قليل لا يقولوا واحد مخسور لا بالك شي محتاج ولا بنية يتيمة ما في حالهاش قلوب حجر لا ما عارفين اي ما هو كيما يقولوا الحليمة الزبده ما تتبيع ليله الضيفيه انا زبده وهالنوع من العبيد حل فيهم الجهات والله والله العظيم والله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العظيم بالله ايش حل لك من ربي علاش فيك استنى القصة على صلاتي وجي نجري ساق في ثلاثة وساق بلاش فهمتي علاش علاش استنى على الهدرة اللي جبتها انت 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 ولا منو بي الباس وين فجيتي سي الحاج شنيا الهدرة شنيا ماني قلت لك انك مسألة البيع والشراء ما تدخلش فيها وانت كاين في راسك جن انا دلال ولا بيع بديك يا ولدي ما على خاطر الطفلة تحب هكا تعرف اش عندها اش ما عندهاش وتلم تريه في فلوس باش تعاون رجلها في الفيلا اللي قاعد يبني فيها اش فيه كان عليه عيب لا يلا لا يلا رجلها ماهوش خصيص لقساقيسها وحوايجها باش يبيعهم ومع هذا نقول لي اش بداخلك انت ولا الطفله ولا رجلها باش تبيعوا كسوه انا شاريها بفلوسي يلا نحب نخليها للثواب كما قلت انت فهمتي حتى تقدام وتتقطع وقتها برا بيها حراقة ولا فضة قديمة للبيع وهكاكا يموت ويجيف ولا ياكلوه الوتع والله يا سي الحاج عملت كيفي انا هكا صار لي في تورا ولاد كرينا يا سيدي حشاكتين ده والعود متاعها وكراسيات قعدوا عندي يا سيدي
ثلاثة ولا أربعة كيف جاوا يهزوهم مشيخوك عليه باش يخلص الفلوس. تعرف تسمع الخير شو تلبى عليه؟ أي. 30 دينار. أي وما حب يطيح له منهم حتى ملي وما فادوا إلا ما قربحهم على آخر سنتي. صح. وكيف جاي حسب فيه؟ أي تعرفش قال له؟ قال له العود حاشاك تاع التين ده كريه في الليلة بدينار. والدين ده ما نعرفش قديش والكراسي بلمفة عامله صح عليهم يا صح عليهم. وبالك في هالعود هذايا مصنوع من يابنوز ولا من قماري والتين ده مبر بسبع شعرات والكراسي صدف ومغلفين بالفضة. بالله يزين يمشي الحق مكبر طلعاتك حتى انت كنت الهم يضحك 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 والله يضحك. بالله يقول لي نوع. هذا سيراجك أشقام يعمل فيها العيطة والطهور فمشي يخسر فيها الفليسات الكل فمشي علاش لكن نهار لقيته تحت حيط وتصب عليه وهو ما عندوش حتى كبوت يصير به روحه فمشي ويجي يعمل الخصائر الكل والله أعلم اللي يدبر الفلوس وكيف صورهم وكيف سلمهم ولا من الفليسات متاع الناس عمل التور هذايا فمشي يزي وناس يزي ولا عمل لك كما يقولوها هذا من اسكلوزير ولا هذا بيصير يزيو بالمعاندة ولا يجي حرير كله الفطير. يا سي الحاج هي فريحة في العمر اللي يقول لك وبنادم ما يهز من هكا ويحط من هكا ويعدي روحه ماذا فيه قل لي طوى انت ايش مدخلك ايش يعنيك في اللي يطهر ولا يعرس ولا حتى شكون يعرف. لا يلا دخلي مالا دخلي ودخلي ايه نعم عليش عندك فيه على خاطر كلفته بقضية فمشي حرج وبشيخ وقعد يلعب معايا في الارقص. حرج شنو زيد؟ حرج بنيتك يالا حرج بنيتك متاع الدار يالا فمشي اعطيته الفليسات وثمنت يا اخي تعدى لجل وقعد يلعب معايا فمشي في سلاح شد حديدة ولا في الغميد. نمشي له للحانوت يقولوا لي في الماكينة نمشي له للماكينة يقولوا لي في الدار. جيت للدار وقفت مشوار وخرجت لك الطفلة بتاعك والطفلة الصغيرة قالت استنى هنطور عايتولك خلتني واقف مشوار بعد خرجت لي قالت لي قال لك ماهوش هنية واه نعم نعم يلا ولا علاش هكايا فمشي ثلاثة زوج سكنات يقطعهم لي هاني والله عارفوا بيمين فمشي لا منشكي بيه ولا منحطه في قلبه فهمتي. يا سي الحاج شنو هالكليل هو اخوك علي بتاع هذا يحيي الزمن ولا يفكر خويا هي خو في الترعة يلا مش عندي انا خويا الله خير يا دل الطير عادش مازال ما قاعدة يلا حليم لا خليني نروح ام تعال يا خوتي يزيني عادي انت تغش من سي الحاج ما تعرفوا ساعة ساعة يبدا هكا ايه ساعة يقالوا ويفهمش يهمل قولها انت يعني زينة قولها انت تربهم فيها ليه يا سي الحاج انت حاشيك من الهبيع اما المهبول اللي يجيكم لداركم ويسمع خناك يلا من نوبية بعد عليا يا للا برا يا قلابة يا شقلابة برا صيحت لي ريقي يشطط ليلتك ويتستيلتك برا والله إلا ما صنيكم دار القلابة. جاسي سيبوك هكا بعثت له مرزوق للدار يا أخي لقيته خرج ولا خلي الوصاية عند أمي باش حبر ما يجي تحرس فيه يجي يمكن عاد راه في الثنية اش نعمل باهي باهي يا باهي 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 لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم ثلاثة أيام وأنا نلوش فيه ولا نجب تلقاه ولا عثرت عليه ها وين نمشي يقولوا لي توكل هوني سيد ولا من أهل الخطوة أخي الله خير قالوا لي عنده واحد صاحب ودقاس وربط الآخر ولا يمشي بحذاه وصرت ولد مقصوصة غادي عنده. شنية؟ دقاس؟ إيه نعم دقاس بابا يمشي للدقاس مش نهزه بابا مسكين لا يمن لا بدقاس ولا بعزيمة ساعات ديما يقول عليهم يوم ما كذبوا دجيلة أنا مش يا محمد بهتك قلت يمشي للدقاس لا لا ما تتعجبش ما تتعجبش سيبوك ولا كما يقولوا علوليا حالاتهم على عدد النجوم هكاك سيبوك. أيوة شوف عاد شنية الطلعة اللي طلعت لهم في مخه الله أعلم بها. بالله يقول لي أنا نحب نعرف علاش أنت حارس هالحرس الكل وعاشق يا بنت الناس ما هو على العملة اللي عملها لي وخلاني واحل فيها والله مش أهرب بينا تتحدك كل ما أحس وجيه باهي أخرج حبيبي باهي عليك حلو باهي
شنو 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 شفاي شفاي فما عبد الحاج عسلامة مسيح بخير عسلامة باب تي ايه ادخل تفضل 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 شنو حوال امي؟ شنو حوال امي؟ خير ونعمة اذا كنا ارتحنا من العباد. تفضل تفضل ساعة تفضل سكر الباب يا مرزوق تفضل. تفضل اقعد اقعد يا حاج. ولا باس يا خويا بعث لي الصباح نتاع وجق فمشي يكركر فيا وجايبني كاني سارق ولا قتل ارواح. حشاك حشاك حشاك. طبعا ما تعرفوش مرزوق يا عم الحاج هذاك قل له كلمه يزيد عليها 10 كلمات قل له هدره ساعات مش تمنى لك كلمه واحده ما نظنش كانت تتاثر من كلامه عاد. انا نعرف ما تتكلم الشرابي من نصاب الباقل. انا كيما سكر سيدي الحاج اللي نسمع على كل بناتكم انا قلت لك كركر ويا هيشه نجمش ليها القيمه اللي قيمتوها على هذا مرزوق وانت تاخذ عليه يا بابا لطف لخليتونا نتحدث ولا نتفاهم ولا نزيدوا نقصوا في الناس عادي تحب يجيبني مكركر الهوليه ونتهان في دارك ونسكت عادي الظن هذا مش مناسب وكيف كايا ولا باهي الله يبارك السلام عليكم وعليكم السلام أنا بخرج من قدامي خلي عليكم الكلام تاد يقطع لك الزيت اي فهد حدا بايا ما ريتوش في السينما كيف يكون واصل على ها اخرج عليا كلمة واصل على ها كم وين ماشي عمها؟ ما جبت مكركر عطيت عليا تويكة طلقت السلاح خلي نمشي اسلم عليك اسمع كلام مرزوق انت لي هكا تو انا قلت لي يا عم الحاج تفضل اقعد يقعد يا راجل شنو هذا؟ حلوش حشاك كان يجيبو مكركر انت والله هكا وقع لا والله لا والله ما وقعش هكا ما مرزوق يهز وينفخ وانا على كل حال عندي توا ثلاث ايام وانا راكي شايح انا وش فيك حاجتي بيه علاش يا سيدي؟ بلاش قول لي يا عم الحاج يا نعم طب انا كيف غبت المده هذه الكل اي ما هو في بالي تبارك الله متهني بيك اي ما هكا ولا ليه؟ اي عليه شو بقى؟ شعملت لك نجي نلقاها مرونه بكرعبين ليه؟ هي المرونة بكرعب هي مانيش فاهمك ايش قاعد تقول؟ هي المرمى متاعي اش بيها المرمى متاعك يا سيدي؟ المرمى متاعك يحب لها راس من نحاس وجهها من حديد فانشي ويكون ينجم يفصلها ويقصها اش معناها الكلام؟ معناها انت غبت وخبيت وجهك وخليتها البلا في البلا وانا قعدت نعاني فيها يا سيدي اش باش نقول لك؟ الله غالب الله غالب انت كيف لقيتها هكاك زدت على ما بيها لا يا عندي هذاك اللي عمل على الناس لا اي والله ما كذبوا اللي قالوا ما يندبلك الا ظفرك وما يبكي لك الا شفرك جايب والله ليه بالله انا نحب نفهم بابا ايش مدخله وشنو الذنب قولوا بوك بوك ايش مدخله اي العشر ايام اللي غبتهم يلا تعرف شو عمل لي بوك شو عمل طلعت في الحساب اهبطت طرحت قسمت نلقاه خسرني في تقريبا يجي 200 دينار بوك اي 200 دينار اي نعم يا اخي 200 دينار ضيعهم ولا 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 سرقهم ولا كلاهم ولا كلاهم يا ليتك كليتهم يهون عليا انت يا عم انا يا ولدي كيفاش انت هذوما لا دينار لا اثنين 200 دينار ايوا تحب تعرف كيفاش هذا القيمه كيفاش ترى اي لله ها يبدا الخدام اللي كنت انا خلص فيه ب 700 في النهار اي ردوا هو ب 900 زادوا 200 ملي وثلاثة مع المية زادهم كل واحد 300 هكا من راسه وحده حكمت له وحاجة أخرى الساس اللي يزمو مترو غرق حفران حسب ما هو موجود في البيانو أذنهم باش يحفروه مترو نص يزيدوا يعطوا نص مترو أكثر من قدام أي وقالوا لي الخدامة اللي نهار حفران الساس جاب لهم كبش وذبحوا أي ورصت لهم الخدامة نهار كامل هما يضربوا في المشوي ويدقوا في التاي وأجرهم وفوق هذا خالص يا غالط واجي منه حكا يا بابا غالط 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 راسك غالط غالط هذا كان حاجة مر حب يدخل في الخدمة في المرمى وانا ما دخلتوش خاطر قالوا لي عليه قلاب ويهرب الفلوس حاجة مر اي نعم حاجة مر لا الواحد ما تعرفوش شيء نعرف ولا هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية الساس يا وليدي لقينا الماء باللوطة لزمنا بس نعطوا متر ونص خاطر إذا كان نخليه على متر يطلع الساس خايخ أي وكما يقول اللوطة بزيد تبقى الماء أكثر كما لا لا بالعكس دحين الماء وكما يقولوا ابن الساس الأولاني أي باه بسلت الكبش اللي تقلت عليها مش كبش علوش
حلوش كيف تطلع باش يحطوا الحجرة الأولانية على الحيط القبلي ذبحت العلوش وسيلت الدم باش تمشي يطلع تطلع العتبة مبروكة ويبدا وتبدا الدار تمشي باهي. تعرف الدم هذاك اللي سالم تاع شكون؟ تاع شكون؟ مش تاع العلوش تاع يا ناسي. لا لا تاع العلوش. انا قلت لك العلوش قريب تاع توكلتك العلوش جيب لك العلوش من الجلبة بتاعك. يا سيدي بارك الله فيك. ابقى الخدامة الخدامة يا سيدي كي تذبح العلوش على الساس كل واحد خذا قرطاس الحمر وحبيه لاولاده اش كان عليه والثمة وش فيه تعرف نهارتها حتى للتسعة متاع الليل كانوا يروحوا في الخمسة بصير قعدوا للتسعة متاع الليل يخدموا بصير عاد عرق جبينهم نظن كيف اعطيناهم هال 200 فرنك ولا 300 فرنك للمعلمين زايدة نظن وان شاء الله ان شاء الله يسامحونا في عرق جبينهم تعرف اللي عرقهم تخلط في التراب متاع الكساسة ذاك فهمتي حصل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا مهبول قال لك فاعل الخير هنيه واشكر أفعاله ديمة وفاعل الشر عزيه وفعله هو اللي غريمة أيوة احنا عملنا كيكة وإن شاء الله يسامحونا في عرقهم يا ولدي يا ولدي زيد يا ولدي الغلطة مني أنا ولا أنا نعرفك نعرفك والله نعرفك نعرفك مليح أنا اللي غلطت أنا يا بابا يا ولدي توا بشهر ربي فاش قام هلك اليوم تيخي جيتو تتفاهموا باش تولي عركة وعد الله عليا أنا هي اللي قعدت في المرج قعدت في المرج أنت اللي قعدت في المرج لا ما قعدتش في المرج هاو كل شيء قدامك توا يعجبك هكا أبوك يعري لي راسي وتحبني نسكت له لا راسكي ما راسكي ما عري خليقة يا ولدي مش أنا عريتهولك أنا أنت عريتي راس بنيتي توا فاش قام يا بابا هالكلام شو حاجتك ما تحب تكلم واحد ولا ما تكلمش دافع على ولدك على راسك بقى لي أنا بقى لي أخذ من قدامي أخذ من قدامي أخذ من قدامي صحيت انا راسك يا سيدي ماري خليقه بلاش مصك الحوايج من الطفله تبيعهم وتمشي وقشقشها وزغتها قال شنو قال باش تعاونك في المرمى نتاعك خذ عروسها بالطلوق وبالدين وقول عرقوها مشوم ايش يقعدوا في حشوشكم اقعدوا في خربزكم وادخلوا على شزكم لا 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 اشفهم شنو اجري اجري لله 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 عزمة تضرب على حناكها ودبكي وتخدم يدو ساقة غدا عملاك اجري اجري طبعا هكا يعزبك هكا ما حلو طبعا هذا اللي انت حلو برا الله فيك برا يا شيدي برا برا عمل عقلك خلك اكبر نصيبة اللي يسلوا له متبن ونقص في الهليبة ايه مرزوق ايش ايش يعني من ايش مرزوق ايش ايش يعني ايش يعني من عزيزتي ايش يعني اخرج معايا